على كافيه كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. أهلا وسهلا، مرحبا من جديد، تحية لكم من السل كل هم يجي في صحفنا الوطنية الصادرة لليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022. شدوا بجريدة الشروق اللي في العيون نلقاو الكرة، الفوز على ترجي ليس إنجازا، واسكندر القسري مدرب البقلاوة ونريد البلاي أوف اقتراب نهاية عقده، صراع فرنسا على بن رمضان ونجم الساحلي الفيتو أمام خروج المساكني سي اس اس اللي ينتفض، والإفريقي يؤكد صحته تقريبا في العيون اللي حكاو على الكرة اللي ما يهم الشأن السياسي للبلاد اللي نلقاوها في الصفحة الرابعة وين كتب أشرف الرياحي النتائج الأولية تكشف ملامح البرلمان المقبل، هوني زادت عقدة عملية تشكيل الكتل، وهوني رجعنا على النتائج الأولية من انتخابة التشريعية، معناتها اللي هو تقدم صورة نسبية على المشهد البرلماني المرتقب، وهو مشهد لا يستبعد حدوث حالة من التشتت في الألوان السياسية لتركيبة مجلس نواب الشعب. صاحبي بن فرج السياسي اللي يقول من المستبعد كما قلنا تشكيل كتلة وازنة قادرة على تأثير والعمل المشترك، وصاحب المزرقي اللي يقول لن تكون هناك قيمة للتوازنات السياسية داخل البرلمان. بالنسبة إلى المواضيع الأخرى اللي نلقاو الهيكا لنوري اللجمي اللي ينفي عدم تخصيص ميزانية للهيكا، وأنه انفى صحة ما يتم تداوله حول عدم تخصيص الميزانية سنة 2023، وقال نوري اللجمي أنه على غرار السنوات السابقة لا يتم التنصيص على الميزانية الخاصة بالهيكا في قانون المالية ونشرها في الرائد الرسمي، وإنما هي مدرجة ضمن ميزانية رئاسة الحكومة كغيرها من الهيئات العمومية المستقلة. يؤكد الرئيس الهيكا تخصيص ميزانية الهيئة بعنوان سنة 23 من قبل وزارة المالية وهي ضمن ميزانية رئاسة الحكومة. والجدير بالذكر أنه العدد الأخير من الرائد الرسمي اللي ضمن قرار من وزارة المالية يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة تضمن ملاحق احتوت على جداول تفصيلية لاعتمادات الدفع والتعهد في عدد من المهام، حيث ورد الجدول المتعلق بمجلس الأقاليم والجهات فارغا. هوني ذا اللي تقريبا لاحظناه و موجود فارق لأنه مازال ما تشكلش، ما نش عارفين كيفش بشي تم التعامل معاه في الوقت اللي تم تشكيل المشهد السياسي الكامل. هذا إذا وصلنا شكلنا مشهد سياسي كامل بمجلس نواب وبأقاليمه وإحنا هنا قاعدين نراو في قفة المواطن والبلاد وين ماشية. عميد المحامين حاتم المزيو اللي أكد في شروع في إعادة مبادرة في إعداد عفوا مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقال مزيو البارح أنه هيئة المحامين اللي بدأت في تنسيق المواقف مع بقية المهن الحرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قصده أعداد مبادرة الإنقاذ. ويؤكد المزيو أن هيئة المحامين اللي باش تصدر توصيات تضمن رفضا تاما لقانون المالية، مشدد على أنه سيتم التصدي ليه حتى عبر العصيان الجبائي حسب تعبيره. هوني هذايا شنو اللي جاء في الصفحة الخامسة من جريدة الشروق، لكن التصريح هذايا البارح اللي سمعناه مع الزميلة سماح مفتاح في راديو ديو أنا فام البارح في برنامجها. بالنسبة إلى الموضوع الآخر اللي نلقاه الصفحة السادسة اللي حكاو على بليتو مش صفحة السادسة صفحة الثامنة على هجرة الشباب، واخذوا زاوية اللي هو في تطاوين. شوفوا أنه تطاوين تقريبا الوقت اللي يدور فيها اليوم وكأنه مدينة ما فيها شبيبة، الشبيبة الكل مشات، الشبيبة الكل حرقت في هجرة غير نظامية. والتغيرات الاجتماعيه هذه اللي عبر عليها الدكتور في علم الاجتماع نجيب بوطالب انه هجره شباب تطاوين الجماعيه باش تضخم نسبه العنوسه وتفقد اليد العامله. هون هجره الالاف من ابناء الجهه حوالي تقريبا 15000 في ظل تواصل غياب الاحصائيات الرسميه بمعدل 100 مهاجر على كل 1000 ساكن، اللي تثير اكثر من تساؤل عما سوف يواجه الجهه الاكثر بطاله في تونس من تغيرات اجتماعية. والظاهرة هذه اللي قاعدين نراو أنه فيما يخص موضوع آثار
البحث في علم الاجتماع انه العنوسه اللي باش تكون ظاهره واضحه وخطيره بالجهه في الفتره المقبله اللي توسع العنوسه بسبب التاخر عن الزواج عند الذكور والاناث، فضلا عن انه مجموعات كبيره من الشباب اللي هاجر سوف تذهب نحو خيار الزواج باجنبيه للحصول على اقامه باوروبا. هذا ما هوش جديد، ولكن هذا وقت اللي نلقاو بالالاف كما تطاوين 15000 وما فماش احصائيات رسميه، هذا شيء لازم يدق ناقوس الخطر. يوسف بوطالب زاد انه رحله الشباب الواحد والى حين عودته الى تونس سوف تاخذ حيزا زمنيا يقارب العشر سنوات، هذا تقريبا المعدل، معناه باش يخرج ويرجع يحب له 10 سنين، ما يعني عزوف كبير عن الاختصاصات او عزوف خبير على الزواج. سوف تشهد الجهه وسوف تكون لهذه الظاهره تاثيرات نفسيه خطيره، لا سيما بان تونس او الدول العربيه عامه مجتمعات محافظه حسب معتقداتنا ظاهره العنوسه ظاهره غير جيده، ومشروع الزواج عندنا هو المشروع الاساسي في الحياه الفرد والجماعه. هوني راو يحكي باحث في علم الاجتماع، ويقول بوطالب زاد انه نسبه من المتزوجين حديثا هاجروا بدورهم، وسيكون لذلك انعكاسات سلبيه على اعاله اطفالهم، وربما يؤدي الامر بهم الى ان قاعدين الراو الى طلاق وغيره. تقريبا موضوع الحقيقه للدرس وللنقاش، باش نفهموا بالضبط الجوانب الاخرى والوجه الاخر للهجره غير النظاميه. على كل هذا تقريبا ما هم جاء في جريده الشروق. نشوفوا جريده الرياضه صادره لليوم، رجعت على أزمة التسيير اللي تلقي بذلالها على الترجي الرياضي التونسي. عائلة المدب تسببت في انسحابه من الرئاسة، شرارة راحل وهذا مصير معلول. رياض جلاسي في حوار للرياضة، وعنا برش على رياض جلاسي اللي يقول أطراف لا علاقة لها بالكرة القدم تعد رزنامة البطولة وخطية بمليار ونصف تنتظر رئيس الإفريقي الجديد. ربي فجر سلاح النادي الافريقي بكل صراحه، اللي راهو في وضعيه صعيبه برشا، الجمهور ديما هو اللي يهز في الحمل وحده للاسف الشديد. نكملوا بتونس يبدو، اللي يتساءل محمد بن يوسف قيس سعيد سو غون سوليتير وياتيل ديز التيرناتيف، هذا شنو اللي يتسالوا بالنسبه للامور السياسيه. وحكاوا على حمدي المدب باتيغا با قاعدين نراو فيه حمدي المدب. اليوم الناس كنت تتساءل على مستقبل الترجي الرياضي التونسي، وشكون اللي نجم يهز المش على حمدي المدب، اللي واضح في الجلسة العامة الأخرانية اللي رمال منديل وقارني تعبت ما عادش نجم وحدي. وهوني راهو اذا اكبر جمعيات في الظروف هذه، شو نقولوا زاد الجمعيات الاخرى اللي موجوده وقاعده تعاني، واحنا نشوفوا تقريبا الجمعيات الرياضيه في كل الاختصاصات اللي قاعدة تعاني في مشاكل كبيرة، وإعادة النظر في نشاط الجمعيات وكيفش آليات العمل متاعها وحياتها، هذا الكل محل انتظار الحقيقة الناس الكل كيفش تكاتف باش تلقى الحل للجمعيات الرياضية هذه. نرجع معكم بعد شوية على حكاية اللي أثارت جدل، حكيت عليها رئاسة الحكومة.